السلام عليكم بنات، السلام عليكم تحرمين، نتمنى غادي انت مليح، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم البنات، اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وريضه، يعني دوك الكوميتات اللي كيتشدوا في الشعر تصايبيهم غير من بيديك من الدار، يعني ما يحتاج تمشي عاد تشريهم وهادي وهادي، تصايبي بدل ما تشري وحده تشري غير سانتوره وتصايبي منها بزاف ديال الحوايج. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا، ندخل لكم في التفاصيل ديريكت باش بلا ما نطول عليكم الفيديو. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي هاد السينتا قسمتها على جوج، غادي نقول لكم بالتفاصيل في الفيديو اللي تحت تلقاهم شحال فيها من سنتيم. كنحرقها بحال هكا باش ما يتحلش ليا الخيوط، غادي نفرقها على جوج وغادي نلاقيهم بجوج بحال هكا باش داك الخطيط اللي لتحت هو اللي غادي نعبر به باش نلاقيهم في الوسط. كيف ما غادي تشوفوا هنايا ما غادي نقطعوا ما والو، بحال هكا غادي يعطيني واحد الخطيط كيف ما كتشوفوه هو العبار ديال الوسط، وغادي نلاقي جنب مع جنب كيف ما قلت لكم، غادي نلاقي جنب مع جنب وغادي نخيطهم بالابره والخيط. هنايا البنات الابره والخيط غادي نبقى ندوز نطلع وننزل كيف ما غادي تشوفوا هنا دابا بالتفاصيل، بحال هكا غنطلع المره الاولى هنا غادي نخيط يعني نسد الخيط باش ما بقاش يتحل، وهنا غنبقى نطلع وننزل بحال التنشاب، يعني بحال اللي كتنشبوا شي حاجه. نتمنى تكون واضحه ليكم، بحال هكا تقريبا شي 7 ديال الضربات اللي درت، وغادي نخرج الخيط وشوفوا كي كتكمش كي كتجي بحال شي وريضه. غادي نعاود الاخرى نفس الحاجه وغادي نجمعهم بجوج وتشوفوا الشكل ديالهم كي كيجي. وبالمناسبه يعني هاد الطريقه هادي غادي نطبقها على واحد بحال هاد الشكل، بحال هاد السينتا غير هي فيها السقلي يعني فيها البريو كتبري، نفس الحاجه غادي نقطعها وغادي نطويها كيف ما شفتوا، وغادي ندير ليها نفس القياس بحال هكا وغادي نجمعها. انا صايبتها، المهم غادي نوريها لكم هنايا غادي تشوفوها. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هنا غادي نلاقي نفس الحاجه، يعني بدل ما تمشيو تشريوها من برا، يعني بدل ما تشريوها كيف ما قلت لكم من الزنقه تصايبوها في الدار وعلى الشكل اللي بغيتو، كتجي غزاله بزاف. انا بالنسبه عندي جوج بنيتات، يعني وحده باقا صغيره ولكن وحده عندها الشعر، يعني بديت كندير ليها هذا الشيء، بديت نصايب ليها في هذا الشيء. مازال غنشارك معكم بزاف د الحوايج فحال هذا الشيء ديال الديكورات وسميتو، والا بغيتو شي حاجه صيفطوا ليا في التعليق شنو بغيتو نوريكم تعلموا ليه نوريه ليكم، اي حاجه بغيتوها وعندكم شي سؤال ليها قولوه ليا في لي كومونتير وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله. وغادي نخلي لكم اسفل الفيديو غادي نخلي لكم لوليان ديال انستغرام ديالي. المهم البنات هكا غادي نبقى نلوي في الخيط، علاش باش تبقى ليا ديك الوريده ثابته، من بعد غادي نخشي لي برا بحال هكا وغادي نخيطها مره، ومن بعد غادي نقلبها. المهم غادي نعاود نضربها شي ضربه، غادي نضربها بالخيط ضريبه اخرى صغيره ونجمع بها الخيط نسدو صافي ونقطع الخيط. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها النهائي، وهذه هي الورده اللي قلت لكم الثانيه، غير هي كديروا عليها قياس كبر منها غير بشويه، غادي نقول لكم القياس حتى هي شحال درت فيها من سنتيم. نفس الخدمه اللي درت في الكحل غادي ديروه في هذا في الشكل الثاني، غير هي غادي تجي كبيره عليها غير شويه. ومن بعد البنات غادي نشد الشماع، انايا كنستعمل عفوا سمحوا لي على هذا الشيء اللي داز دابا عاد. المهم البنات انايا كنستعمل الشمع، يعني بلا ما نستعمل الكابوس ديال الشمع كنستعمل غير الشمع هكا كل بريكه باش نسهل دغيا الخدمه، وغادي نلصقها مع بعضياتها كيف ما كتشوفوا هكا. هذه تقدروا ديروها في ديك اللي كتشد في الشعر يعني الكوميتات، اولا كي كتقولوا لهم ما عرفتش، المهم الكوميتات انا كنقول لهم
اللي كتجمعوا بها الشعر، ولا في البوندو ديال الشعر، ولا في المساسك، يعني فاش ما بغيتو تلصقوها تلصقوها. المهم انا غادي نلصقها بحال هكا عليها، شوفوا كي كتعطي منظر زوين بزاف. ومن بعد البنات غادي نشد كوميتا كحله، غادي تعرفوا شنو كان يعني بكوميتا، يمكن نتوما كتقولوها بشي طريقه اخرى. المهم وهذه هي السينتا البنات اللي كنشري كتباع هنا هكا. هي فيها الومنيوم من الجناب، انا كنحيد داك الالومنيوم ما غاديش نحتاجه، انا بغيت غير شويه من هاد الجنب باش نديرو في الوسط، وغادي نلويه نلويه، غادي نديرو على جوج، غادي نقسمو ندير جوج، وغادي نبقى نلوي نلوي، وغادي نجمع به ديك الوريضه، غادي تجي باش تشد ليا حتى البوندا وكل شيء، كتجي الشكل ديالها واعر بزاف، غادي تشوفوه في الاخر. انايا كنتمنى تجربوه، انه سهله، خدمه باليدين سهله بزاف بزاف بزاف، وهي مشروع مربح صراحه، اللي يقدر يدير بها شي مشروع هكا يبقى يبيعهم ويصايبهم، يقدر يخدم بهم صراحه، حيتاش الناس تيشريو فحال هادشي لوليداتهم، بالخصوص البنيات الصغار، نتوما عارفين عزيز عليهم داكشي في الشعر. المهم البنات هكا غادي نلصقها، غادي ندير الاول الكوميتا، ومن بعد عاد غادي نلصق عليها هذيك، غادي تشوفوا الطريقه بالضبط. المهم حتى نتلاقاو في اخر الفيديو، بقاو مع تتمه الفيديو. البنات هكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون نال اعجابكم ونتمنى تجربوها، ما تنساوش لايك سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ويا كنتو اول مره كتشاهدوا الفيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناه. المهم البنات تهلاو في ريوسكم، موعدنا ان شاء الله مع فيديو جديد، وما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير كي جاتكم واش عجبتكم ولا لا. يلا سلام عليكم.